السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نشرح عن برنامج شباركاسي كمان، اللي هي الميزة تبع انه انت مثلا بدك تحول كل شهر بانتظام لأجار البيت، لأجار الكهرباء، أجار المي. شو في عندك عقود مثلا انت عاملها انه لازم تدفع كل شهر بانتظام، فانت بامكانك تثبت هي المعلومات وهي الامور كلها بحسابك تبع شباركاسي، بس تفعل ميزة الأونلاين. طبعا اللي ما عنده فكرة عن الموضوع بإمكانك تفوت على الفيديوهات السابقة، أنا شارح فيها كل شيء تفاصيل عن موضوع تسجيل أونلاين ببنك شباركاسي وبالإضافة لميزات تانية. تمام، فهلأ أنا رح أشرح عن هذا الموضوع. بتكبس على القائمة اللي فوق، بعدين بتدور على هي الكلمة اللي هي هون مكتوب بانكينج، تفوت عليها. بعد ما تفوت عليها بيطلع لك هون اول وحده الاوبرفايزونج اللي هي تحويل انت بدك تحول بايدك هلا فورا. الثانيه اللي هي الاوبتراغ، هي حول العقود اللي انت عاملها. الثالثه اللي هي بدنا اياها نحن، راح اشركن عليها هلا اللي بدنا اياها نحن. تمام، بتفوت عليها لهي. بس تفوت عليها انت لهي بيطلع لك هيك انه هون عم يقولوا لك انا موجود عندي هون عقدين، هذول العقدين انا مثبتهم عندي، بدفع لجماعه مثلا معينين، فكل شهر تلقائيا بينسحبوا من حسابي بالتاريخ اللي انا بدي اياه انه يتحول فيه المصاري. تمام، هاي بالنسبه لهي الموضوع. انت بتكبس على نويا دوت اوف تراك، بس تكبس عليها بيطلع لك هيك يحولك على هي الصفحه. هي الصفحه انت شو لازم تسوي فيها هون؟ بتكبس عندك انت هون على هاد اللي هي النامة، تكبس عليها وتحط اسم الشخص اللي بدك تحوله او اسم الشركة. تحت في عندك الايبان اللي هي بتحط رقم حسابه، قديش رقم حسابه. وفي عندك تحت، في عندك تحت هون اللي هو بتخاق المبلغ، قديش بدك تحط انت تحوله للزلم المبلغ. وفي عندك هاي اللي هي في فيندوكس تسفيك، هي انه سبب التحويل اللي بدك تحوله انت. تمام، عندك اللي تحت هون اوس فيرونجز، هلا هي هون انت مهمتك انك تكبس عليها. تمام، بس تكبس عليها بيطلع لك هون التاريخ. بس طلع لك هذا التاريخ، هي معناتها ثواني، هي معناتها انه انت مثلا بدك تحوله للشخص او للشركه بتاريخ كل بدايه اول يوم من التاريخ، لانه يعني احيانا بيجي مثلا 2-3 سبت واحد فبيقوا معطلين هم باوروبا. عندك من 4 الشهر مثلا. تمام، فانت شو بتساوي؟ بتكبس له على 4 الشهر. تمام، مشان انه مثلا تحدد له انه انت بدك تحول له كل 4 الشهر من حسابه. هلا عندك كل 4 الشهر بيحول بقى تلقائيا. عندك هي التورنوس تكبس عليها، يعني انه بدك تدفع يدن مونات ولا كل شهرين ولا كل 3 شهور ولا 6 شهور ولا 12 شهر، بتحدد له اللي بدك اياه. تمام، بعد ما تحدد له اللي بدك اياه انت خلاص بكون اخذ. وفي عندك هلا بعدين بقى بنشوف اللي بعدها، في عندك ليست مالك، هي معناتها انه انت بدك هذا تثبته هذا العقد انه يندفع اخر دفعه لهذا الزلمه تكون بشهر معين. مثلا بدك تدفع له من اول السنه بشهر واحد لنهايه السنه اللي هو شهر ديسمبر، بتكبس على ديسمبر بيتثبت عندك انه يدفع له اخر دفعه ب 4 ديسمبر. هلا عندك هون انت نظمت العملية. هلا عندك كل بداية مثلا 4 شهر، 4-1 4-2 4-3 يلي هو، تمام، بينسحب من حسابك العقد اللي انت حددته هلا. تمام، فهون بس تحدد هذا الموضوع ومش الحال خلص بيصير تلقائيا كل شهر بينسحب لغاية ديسمبر اللي انت حددته انه اخر شهر ديسمبر اخر دفعة بتكون. تمام، اللي هي ليست مالك، هي انه اخر شيء. تمام، بعدين هلا انت لازم تكبس على هون عن الكلمه هي اللي هي اليس فور لاجر سبايشن، يعني انه انت تحفظها باللاجر هي المعلومات كلياتها. تمام، هلا المعلومات انت كلها اللي حطيتها وثبتها هلا بتتثبت عندك. بس كيف بدها تتثبت مشان تكمل العمليه انت؟ هي شو بتساوي؟ بس مشان تكمل هي العمليه انه انت خلص تثبت هذا الموضوع، بدك تكبس زندن على كلمة زندن، بيقوم هو بيحولك على البوشتان اللي حكينا عنه.
بس يحولك على هي الصفحة تبع البوشتان، البرنامج الثاني، برنامج تأكيد المعلومات، بتلاقي حاطط لك معلومات التحويل اللي بتحوله انت كل شهر، وبتلاقي مكتوب ارقام انه لتأكيد العقد، فبتلاقي مكتوب كلمة مؤشر عليها بالاحمر Auftrag Ausführung، انه تأكيد هذا الشيء اللي عملته. هلأ بقى بتروح انت لازم تكبس على القائمة اللي هي رح اشاركن عليها، بتكبس على القائمة هون تمام مشان تشوف انت اللي ثبته مزبوط، بتكبس عليها، بتفوت على البانكينج، بعدين عدوت اوف تريجر، بتقوم تلاقي هون عندك العقود اللي انت ساويتها. هيك هلا بيكون تثبت عندك كل الموضوع وامورك صارت كلها تمام وبخير. هون عندك هلا مثلا هاي العقود موجوده، انا عندي عقدين مثلا هون مساويون، فهلا صار عندي الموضوع هون مثبت. مثلا لورجيكم، مثلا لنفوت على العقد ورجيكم كيف بيطلع عندكم. شايفين هلا هون عنا صار انه موجود هون الاسم، تحت محطوط رقم الحساب، المبلغ، وعندك هون محطوط اللي هو السبب تبع التحويل تمام. فهلا هيك صارت امورنا ان شاء الله كلها تمام والامور بخير. هلا رح اورجيكم انا بقى في عنا ميزه تانية اللي هي تيرمين اوبرفايزونجن تمام. هاي هلا رح اورجيكم اشرح لكم عنها كيف بتصير ومشان شو هي الميزة يا حبايبي. مشان اذا انت مثلا، نحن هلا بشهر واحد تمام، انا مثلا بشهر ستة لنفترض بدي احول مبلغ لحدا معين، فانا اللي فوت على هي اللي هي تيرمين اوبرفايزنجن مشان انا ثبت هذا الشخص انه بشهر ستة لازم يتحول له مبلغ معين. فنحن هلا مشان نساوي هي العملية نكبس على هي الكلمة اللي هي نويا تيرمين اوبرفايزونج. هون عنا هلا التاريخ، هذا التاريخ نحن لازم نكبس عليه تمام مشان نحدد انه انت بنحول المبلغ. بنحط له مثلا 4 تمام، وبنحط له الشهر اللي احنا بدنا نحول فيه تمام. بس نحط له الشهر اللي احنا نحول فيه، يقوم هو فورا شو بيساوي، ياخذ الشهر دغري ويثبت المعلومه. هلا نحن هون لازم نحط الاسم، الايبان، والمبلغ، والسبب، بعدين بنحط على هاي الكلمه تبع اليس فور لاغش بايشر، وبنقول له زندن. بس تكبس على هاي الزندن، وهو شو بيساوي، بده يحولنا على البوشتان. هون نحن هلا عم يعطينا المعلومات انه اسم الشخص وحسابه وكل شيء، بنقول له نحن تمام. ولازم نحن بقى نكبس له هلا على هاي الكلمه اللي هي اوتخاك اوس فورنج تمام. بس نكبس له عليها هاي الصفحة، يقوم فورا شو بيساوي، بياخد العملية وبيثبتها عنده، وبيقول لك انه تثبت الموضوع، وبالشهر اللي انت حددته بيتحول المبلغ اللي انت حددته بدك تحوله للشخص او الشركة او حدا بدك تبعت له هاي الموضوع. هلأ مثلا هون يعني شرحنا هذول الطريقتين اللي قلت لكم عليهم، وان شاء الله تكونوا استفدتم هالموضوع هذا. هلا هون في عنا ميزات تانية بالبرنامج هذا اللي هو الشباركاسي تمام. هاي الميزات التانية انا شرحت عنها بفيديوهات تانية، بامكانكم كمان تفوتوا على الفيديوهات التانية وتشوفوها. يعني عنا مثلا في ميزة مثلا ظريفة عاملينها جديدة، هاي اللي هي هاي الميزة مكتوب عليها الموبيلز بتسال تمام. هاي هي هاي الميزة منيحة شرحت عنها، وهي الكفيت كمان شرحت عنها، فيكن تشوفوا الفيديوهات كمان اللي شرحت عنها فيها. في عنا كمان شغلة تانية اللي هي هي البوست فاخ. هي البوست فاخ انه انت اذا الشركة بعتي لك ايميل او شيء بدهم يخبروك على شيء، بتفوت عليها وهم بيطلع لك هون اذا جايك ايميلات من الشركة يشرحوا لك انه مثلا نحنا بدنا منك شيء او كذا تمام. هاي بالنسبة للبوست فاخ. وفي عنا هاي كمان اللي هي برودكت انفورماسيون، هاي بتفوت عليها كمان انت لهي تمام. بس تكبس عليها بيطلع لك انه شو في عندهم عروض بنك شباركسي، عروض سفر، عروض كريديت، عروض كتير شغلات يعني تمام. فانت اذا بدك تستفاد من العروض بتفوت عليها هاي الميزة وبتشوف شو في عندهم عروض. وفي عنا كمان هاي اللي هي بريبات هندي اوف لادن. هاي اذا انت بدك تشتري رصيد من اي مكان، الدي ليدل،
تشتري عن طريقها. تمام تمام، بالله عليكم اذا عجبكم الموضوع عجبكم الشرح اشتركوا بالقناة، ماكن خسرانين شيء يعني. تمام حلو المقاطعة، يلا خلينا نكمل. تمام، هلأ في عنا هي الميزة اللي هي تبع الكارتن شبيغن. هلأ هي الميزة شو معناتها؟ انه انت مثلا ضاعت البطاقة تبعك وما بتعرف وينها، فانت بامكانك تكبس على هي الميزة، بتفوت بتلاقي رقم هاتف تتصل عليه وبتخبرهم انه انت البطاقة تبعك انسرقت او ضاعت منك او شيء، فبتقولهم يعطلوا لك البطاقة، ففورا هن بيعطلوا هاي البطاقة. تمام، هلأ هيك بنكون خلصنا نحنا. في عنا هدول الميزتين اللي هي الموبيل سبتسالن والكفيت، هدول الميزتين انا شارح عنهم بفيديوهات تانية ورح احط لكم الرابط هلأ بالوصف. تمام، بإمكانكم كمان تفوتوا عن يعني عليهم وتشوفوا كيف استعمالهم وكيف نحسن استفاد منهم، كمان ميزتين كتير حلوين وظراف. تمام، بتشكركم، بتشكر متابعتكم للفيديو، ولا تنسونا من الاشتراك بالقناة واعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.